بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في الحلقة الرابعة من حل كتاب النفيس على وحدة الحركة. اتكلمنا في سلسلة سابقة، عرفنا مع بعض أسئلة المصطلح العلمي، أسئلة الاختياري، أسئلة التصحيح العلوي للعبارات الخاطئة. النهاردة بإذن الله هنيجي مع بعض لسؤال: ماذا يحدث في الحالات التالية؟ عارف إن بعض الطلبة بتعتمد بس على أسئلة الاختياري وتقول ده بس أسئلة أو الاختبار هيجيلنا على الأسئلة الموضوعية أو أسئلة اختيار أو صح وخطأ، فانا اركز على دول بس. لا يا غالي، ركز على جميع الاسئله، حتى سؤال ماذا يحدث. سؤال ماذا يحدث ده ممكن نغير الصيغه بتاعته، يبقى العباره اللي قدام منك تبقى هي صيغه السؤال، واجيب لك انا البدائل او الاختيارات من الاجابه. يعني اجيب لك اجابه السؤال اللي انت شايفه ماذا يحدث، اجيب لك الاجابات بتاعته تمام من تفسيرك. لو انت قدرت تفسر العباره اللي قدام منك صح وتحلها صح، يبقى بالتالي هتقدر تختار الاجابه الصح. فلازم جميع الأسئلة اللي تيجي قدام منك لازم تهتم بيها، وما تهملش أي سؤال يجي لك، حتى لو سؤال حسيت إنه تافه، حتى لو مصطلح علمي، تمام؟ اهتم بكل الأسئلة نفس المقدار، على أساس يحصل عندك ترابط معرفي للمعلومات اللي موجودة في قلب الكتاب، وتقدر تحل الأسئلة بدقة وتحصل على الدرجة الكاملة إن شاء الله. نيجي مع بعض بالنسبة للسؤال الرابع، بيقول لي ماذا يحدث في الحالات التالية؟ ده سؤال بيقول الطالب متميز: عدم ترتيب الليفات العضلية طولياً وعدم توازنها داخل الليفة العضلية. طيب تعالوا كده مع بعض. احنا عندنا بالنسبه للليفات الطوليه، لو احنا فاكرين الصوره ديت، شفنا مع بعض القطع العضليه، ده قطعه عضليه، قطعه ثانيه، ثالثه، رابعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، ثمان قطع موجودين عندنا. طيب لو القطع العضليه اللي موجوده عندي دي غير مرتبه بالمنظر ده وغير مرتبه، احنا كده بنتكلم عن ليفه واحده. طب احنا بنتكلم السؤال عن الليفات، يعني لو اكتر من ليفه، يعني المجموعه دي فوق منها مجموعه وتحت منها مجموعه، لو كل المجموعات دي لم ترتب بالشكل اللي انت شايفه ده، ايه اللي هيحصل؟ طيب في الحالة دي هل تعتقد ان كان هيكون في مناطق مضيئة او مناطق معتمة، او هيكون في خيوط اكتين وخيوط ميوزين، او انزلاق ما بين الاتنين، او تكون روابط مستعرضة؟ بالطبع لا. يبقى انا عندي دلوقتي تختفي المناطق كلها، سواء المنطقة المضيئة او الشبه مضيئة او المعتمة، وبالتالي عدم القدرة على تكوين خيوط الميوزين اللي هي الروابط المستعرضة التي تعمل على سحب خيوط الاكتين. طيب نيجي مع بعض العبارة رقم 2، غياب بروتين الميوسين من العضلة الهيكلية. لو بروتين الميوسين غير موجود، طيب بروتين الميوسين اللي هو موجود اللي هو عبارة عن مين؟ اللي هو عبارة عن الخيوط السميكة اللي احنا شايفينها. طب الخيوط دي لو غير موجودة، هل الروابط المستعرضة هتتكون؟ بالطبع لا. طيب هل ممكن يكون خطاطيف اللي هي الروابط تقدر تسحب خيوط الاكتين؟ بالطبع لا. فبالتالي هل يحدث انقباض عضلي؟ ما فيش انقباض عضلي. يبقى عندنا الغياب بتاع بروتين الميوسين من العضلة الهيكلية، او غياب خيوط الميوسين السميكة من العضلة الهيكلية، هي نفس الاجابة بتاعت الاثنين، لن يمكن تكون الروابط المستعرضة، وبالتالي عدم القدرة على تكوين الخطاطيف التي تعمل على سحب خيوط الاكتين فوق خيوط الميوسين. نيجي الرقم 4، بيقول لي غياب الروابط المستعرضة الممتدة من خيوط الميوسين من الليفة العضلية. لسه يعني قايلينها حالا، تمام، عرفنا ان هي لن تستطيع انزلاق خيوط الاكتين فوق خيوط الميوسين. غياب انزيم كولين استريز، عرفنا الانزيم ده مهمته بيحطم الاستالكولين. طب لو ما هوش موجود، هيفضل الاستالكولين فاتح لنا البوابات او القنوات، وبالتالي هتدخل عند ايونات الصوديوم، وبالحاله دي هتفضل عند الخليه العضليه او الليف العضلي في حاله زوال استقطاب مستمر بدون توقف. وفي سؤال شفته قبل كده على احد وسائل التواصل وصلني، ان عن علاج معين او دواء معين بيعمل عمل نفس انزيم كولينستريز، ماشي، لكن لا ليس نفس التأثير، يعني بيأثر على كولينستريز ويخلي انزيم كولينستريز لا يقوم بدوره. طيب لو انا منعت كولينستريز من ان هو يقوم بدوره كأنه مش موجود، يبقى في الحالة دي اللي يحصل هيفضل عندي مناطق الاتصال العصب العضلي في حالة إثارة مستمرة، الخلية العضلية او الليف العضلي هتفضل القنوات اللي فيها مفتوحة لدخول ايونات الصوديوم، وهتفضل عندي الليف العضلي في حالة إثارة دون توقف. طيب نيجي مع بعض الرقم 6، بيقول لي انقباض العضلة بصورة متتالية وسريعة. عضلة قادرة تنقبض بسرعة زي لاعب كورة، تمام، بيلعب كورة وبيجري هجمة مرتدة عشان يدخل جون. طيب عمل حركات سريعة، سرعة في بالهجمة المرتدة زي ما هم بيقولوا عليها، تمام. طيب في الحالة دي ايه اللي هيحصل العضلة؟ هيستهلك الأكسجين اللي موجود في العضلة بسرعة. طيب هل كمية الطاقة اللي هتنتج كبيرة ولا قليلة؟ قليلة. ففي الحالة دي العضلة هتعمل ايه؟ تنفس لهواء. طب التنفس الهوائي مين اللي بيتكون معاه؟ بيتكون 2 اي تي بي غير كافيين للقيام بالمهمه، والحمض اللاكتيك اللي بيتكون بكميه كبيره اللي نتيجه تراكمه يؤدي الى تعب واجهاد العضله. طب عايزين نكتبها بطريقه كويسه، تمام؟ احنا نقول له يعمل ذلك على
استهلاك كمية الأكسجين الموجودة في العضلات بسرعة كبيرة، مما ينتج عنه تنفس لا هوائي وكمية منخفضة من الطاقة 2 ATP وتراكم حمض اللاكتيك بكمية كبيرة، مما يسبب في تعب العضلة وإجهادها. تمام يا شباب؟ طيب نيجي عندنا للي بعدها، توقف عمل انزيم كولين ستيريز او ماذا يحدث لو لم يتم تحطيم الاسيتيلكولين؟ بيتهيألي السؤال ده نفس السؤال اللي احنا لسه قايلينه موجود عندنا فوق، اللي هو غياب الانزيم او توقف الانزيم كانه مش موجود او توقف عن العمل او لم يتم تحطيم الاسيتيلكولين، نفس الاجابه بتاعته. نيجي لرقم 8، وصول السيال العصبي الحركي الى التشابك العصبي العضلي. شفنا دي قبل كده مع بعض. تمام؟ طيب واحد ممكن ما شافهاش قبل كده في الفيديو السابق، تعال نشوف مع بعض على السريع كده البنت دي. لا نيجي للفيديو ده اللي هيوضح لنا التشابكات العصبية اللي موجودة. ادي عندنا خلية عصبية ودي خلية عصبية تانية، نفس الفكرة بالنسبة للخلية العصبية والخلية العضلية، يعني هنعتبر اللي فوق عصبية واللي تحت عضلية. ايه اللي بيحصل؟ اشارة عصبية هتوصل حالا، مجرد وصول الاشارة العصبية لاحظ ان في ايونات موجودة في الخارج. مين الايونات دي؟ قال لي دي ايونات الكالسيوم. طيب موجودة فين؟ في الفالق المشتبكي، في المسافة اللي موجودة عند منطقة الأزرار، بنسمي المنطقة دي اسمها الأزرار أو الزر التشابكي. الإشارة وصلت، شوف في بوابات بدأت تفتح ومباشرة بدأت تدخل أيونات الكالسيوم. دخول أيونات الكالسيوم أدى إلى اندفاع الحويصلات في اتجاه الفالق المشتبكي، المنطقة دي بنسميها الفالق. طب الحويصلات فيها إيه؟ فيها نواقل عصبية. إيه ده؟ ده الأسيتيلكولين. عمل إيه؟ هيبدأ يخرج من الخلية العصبية الأولانية وينطلق في اتجاه الخلية العصبية الأخرى أو الخلية العضلية. مجرد ارتباطه بالقنوات او البوابات بدات تندفع ايونات اسمها ايونات مين؟ الصوديوم، هتسبب في تغير الشحنه على الخليه الثانيه. الاسيتيلكولين بيتنقل من فوق لتحت، والخليه الثانيه مباشره مجرد ما بتاخد الصوديوم الكافي تبدا الاشاره تتنقل فيها على طول الليف بتاعها. نفس الفكره بالظبط نطبقها بالنسبه للعضلات، هنفهم نفس الفكره. فجاي بيقول لي وصول السيال العصبي الحركي الى التشابك العصبي العضلي. هنيجي نقول له ايه؟ يعمل ذلك على فتح قنوات الكالسيوم ودخول أيونات الكالسيوم التي تعمل على انفجار حويصلات التشابك وخروج الناقل العصبي الأسيتيلكولين في الفالق المشتبكي، والذي يعمل على نقل السيال إلى الخلية العضلية أو الليف العضلي. طيب نيجي رقم 9، نقص في مصادر الطاقة جليكوجين الجلوكوز الدهون في العضلات. مصادر الطاقة اللي عندنا الأساسية اللي احنا بنصنع منها الـ ATP، وفي حلقة سابقة قبل كده عرفنا يا شباب إن احنا عندنا التخزين اللي في الجسم او الطاقه اللي في الجسم بيكون لها عده صور، يكون في صوره جلوكوز ودي رقم واحد للاستهلاك، يعني اول حاجه جسمك بيستهلكها جلوكوز. رقم اتنين ورا منها لو الجلوكوز قل، نفترض ان انت صايم ومفيش جلوكوز، ففي الحاله دي هيبدا يدخل على الجليكوجين وده بيكون مخزن في الكبد والعضلات. طيب الحل الثالث لو مفيش جليكوجين، نفترض مثلا انت عامل دايت او بقالك فتره طويله ما اكلتش فمفيش عندنا جليكوجين في الكبد ولا في العضلات، يبقى في الحاله دي هندخل على الحل الثالث اللي هو مين؟ الدهون. تمام؟ فيبدا يتم استهلاك الدهون المخزنه في قلب الجسم، وده الناس اللي بتعمل دايت بتلاقي الدهون اللي في الجسم تبدا تقل. ليه؟ لانه مقلل الوجبات الغذائيه، فقله الوجبه الغذائيه اللي هو اكلها او الطاقه اللي موجوده في قلب الوجبه قليله، فبالتالي الجسم برضه لسه محتاج طاقه لاداء الوظائف الهامه، حركات القلب والعضلات والتفكير وكل الحاجات دي محتاجه طاقه. هنجيب منين؟ مفيش جلوكوز في الدم، مفيش جليكوجين. طب الحل البديل عندنا الدهون. اخر مرحله اللي هي اللي البروتينات، قلت لكم قبل كده في الدول الفقيره زي دول بعض في افريقيا بيبقى عندهم مجاعات، فالناس ديت اللي عندهم جلوكوز في الدم ولا جليكوجين ولا دهون، ففي الحاله دي بيبدا الجسم يهضم البروتينات نفسها اللي بتكون العضلات، فتلاقي عظمهم بس اللي موجود، فبالتالي حركتهم بتبقى ضعيفه وعندهم مشاكل صحيه كتيره جدا بسبب نقص البروتينات في الجسم. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن النقطه دي، ان مصادر الطاقه المختلفه سواء بمستوياتها المختلفه فيها نقص، ايه اللي يحصل؟ هل يتم تصنيع الاي تي بي؟ برافو عليك. لا. طب كميه الطاقه المنطلقه هتكون كبيره ولا قليله؟ قليله. طيب العضلات هتقدر تشتغل بشكل فعال؟ لا. هيحصل لها ايه؟ يحصل لها اجهاد. تمام. الانقباضات بتاعتها هتبقى قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. وتلاقي الشخص نفسه ممكن يجيله شد عضلي. تمام. لو فضل الروابط المستعرضه تتكون وفي نفس الوقت مفيش اي انفصال، لان الاي تي بي لما بيكون قليل يحصل ارتباط لكن الانفصال بيتاخر على ما تنفصل على ما يجي الاي تي بي الجديد، فبيحصل عندنا الشد العضلي نتيجه نقص كميه الاي تي بي. نيجي مع بعض رقم 10، غياب ايونات الكالسيوم في العضله الهيكليه. ايونات الكالسيوم في العضله الهيكليه، ايونات الكالسيوم ايه مهمتها؟ تعالوا نشوف مع بعض اللقطه دي. معلش انا بحاول اعيد، الناس اللي اتفرجت على الفيديو قبل كده ممكن تسبق الجزئيه ديت، شافتها قبل كده، اللي ما شافهاش انا بقول على اساس ان ممكن واحد لسه جديد معانا واول مره يتفرج.
نيجي نشوف مع بعض. ده منظر ايونات الكالسيوم. مجرد ما جت ايونات الكالسيوم بترتبط عندنا على نقاط اسمها تروبونين وتسحب خيوط اسمها تروبونيزين، مش مذكور عندنا في المنهج لكنها في المصادر الخارجيه. عدم وجود الكالسيوم لن يحدث تكوين الخطاطيف، والخطاطيف اللي موجود عندي لن ترتبط بالاكتين ولن تسحب الاكتين في اقواب الميوزين. طب موجود الكالسيوم فين؟ اهو شايف النقاط الصفراء دي، ده الكالسيوم اللي موجود عندي في شبكه اسمها الشبكه الساركوبلازميه في الالياف العضليه. بمجرد ما توصل للرسائل العصبيه، ادي الرساله وصلت، بدأت تخرج النواقل العصبية زي الأستالكولين اللي هينبه لي الإلياف العضلي، الإلياف العضلي بدأ ينقل الرسالة عندنا للشبكة الساركوبلازمية، والشبكة الساركوبلازمية هتنقل الرسالة الشبكة الساركوبلازمية هتنقل الرسالة لباقي الريف العضلي. زي ما احنا شايفين اهو، ده الأستالكولين مجرد ما جه بدأت تنقل الرسالة. هتلاحظ بعد ثواني إن الشبكة الساركوبلازمية بتحرر أيونات الكالسيوم. مجرد خروج ايونات الكالسيوم عندنا هتبدا تروح ترتبط بالتروبونين. الكالسيوم اتحرك، ارتبط بالتروبونين، سحب خيوط التروبونيزين، اتكونت الروابط المستعرضه. فعدم وجود الكالسيوم لن يتم تكوين الروابط المستعرضه ولن تتم عمليه الحركه او انزلاق خيوط الاكتين فوق الميوزين. تمام، ده بالنسبه للعضله الهيكليه. لكن لو احنا اتكلمنا عن الاعصاب، لسه شايفين من شويه الفيديو بتاع الاعصاب، ان الكالسيوم لو مش موجود في منطقه التشابك يبقى لن تستطيع الحويصه للانفجار، لن يستطيع خروج الاستالكولين، وبالتالي عدم انتقال السيال من الخليه العصبيه الى الليف العضلي. نيجي الرقم 11، لم يتم امداد الرياضيين بالاملاح المعدنيه خاصه الكالسيوم بصفه دوريه. دايما لعيبه الكوره لو انتم مركزين معاهم دايما قبل الماتشات بيحبوا ياكلوهم اسماك بحريه او جمبري زي ما احنا بنشوف بعض الفيديوهات. ليه؟ لان عندنا الاسماك البحريه بتبقى غنيه بالكالسيوم، اسقيهم حليب ليه؟ غني بالكالسيوم. يبقى انا بدور على اي غذاء فيه كالسيوم، عشان الكالسيوم بيساهم عندي في نقل السيالات العصبيه، بيساهم عندي في انقباض العضلات، فلازم الكالسيوم يكون موجود في الجسم بالقدر الكافي، فلازم امدهم بالكالسيوم لانه يساعد في نقل السيالات العصبيه بين الاعصاب والعضلات في التشابك العصبي العضلي. تمام، ويساهم عندنا في حدوث حركه العضلات نفسها من خلال تكوين الروابط المستعرضه او الكسور المستعرضه. طيب نيجي مع بعض الرقم 12، غياب ايونات الكالسيوم من نقاط الاتصال العصبي العضلي. قلنا خلاص اللي احنا قلناه هنا، عرفنا ان ايونات الكالسيوم كانت موجوده في العضله، وشرحت برضو الجزئيه دي في الجزئيه اللي فوق، ان هي لن تستطيع ايونات الكالسيوم الدخول للذر المشتبكي، لن تخرج الحويصه لب بما فيها من النواقل العصبيه. تمام، وبالتالي يتوقف نقل السيال العصبي. تمام، ولا يصل الى العضله ولا تنقبض. نيجي مع بعض الرقم 13، بيقول اللي عندنا تنفس العضلات اللاهوائيا او نقص الاكسجين اثناء فتره التدريبات الشاقه. عرفنا ان احنا عندنا التنفس اللاهوائي كميه الطاقه اللي بتنتج منه كبيره ولا صغيره؟ صغيره. كام؟ 2 بس. احنا عندنا التنفس الهوائي كام؟ عندنا 38. طب تعالى اشبهها لك كده بتشبيه بسيط. بتقول لوالدك انا طالع رحله مع اصحابي مثلا، او عايز اروح مشوار، عايز اروح السينما. تمام، محتاج قد ايه فلوس؟ انا محتاج 38 جنيه. تمام، حلو يا بابا. قال لك خلاص ماشي، بكره الصبح تلاقي الفلوس على الترابيزه. صحيت تاني يوم من النوم لقيت والدك مشى. يا ماما بابا ايه اللي هيسيب لي فلوس؟ ده سايب لك فلوس على الترابيزه. رحت لقيت 2 جنيه. حسيت بايه دلوقتي؟ صدمه. تمام، اهو نفس الوضع ده اللي بيحصل للعضلات. العضله عامله نفسها في يعني في اعتبارها ان كل جزء سكر هيطلع منه 38 اي تي بي. لكن في غياب الاكسجين فجاه العضله تلاقي اللي موجود بس 2. ففي الحاله ديت العضله نفسها بدات تشد عندي. لان الجسور او الروابط المستعرضه زي ما احنا شفنا في لقطات الفيديو اللي فاتت لن ترتبط الى في وجود الاي تي بي، لن تنفصل الى في وجود الاي تي بي. ففي الحاله دي العضله يحصل لها اجهاد، بالاضافه لكده تراكم حمض اللاكتيك يسبب لي الشد العضلي. ماشي كده يا شباب؟ طيب نيجي مع بعض عندنا ده خلاص عرفنا ليه. خلاص تنفس، ماشي. تنفس العضله هوائيا اثناء الراحه من تدريبات الشاقه. واحد كان شغال في تدريبات الشاقه كميه حمض اللاكتيك كبيره، كميه الاي تي بي قليله. طب انا قلت له تعالى استريح شويه، لعيب الكوره خدته يستريح. تمام، لما استريح بدا يتوفر الهواء، فبدا الجسم يعمل تنفس هوائي ولا هوائي؟ هيرجع للتنفس الهوائي تاني. طب كميه الطاقه اللي هتتكون هتبقى كبيره ولا صغيره؟ هتبقى كميه طاقه كبيره. يبقى عندنا تستعيد الياف العضلات التنفس الخلوي الهوائي، وبالتالي تستطيع انتاج كميه اكبر من كميه الاي تي بي، 38 جزيء اي تي بي لكل جزيء من سكر الجلوكوز. نيجي مع بعض ليه رقم 15، حدوث الاجهاد العضلي. الاجهاد العضلي ايه اللي يحصل لما يحصل اجهاد عضلي؟ الاجهاد العضلي هيدينا شد عضلي مؤلم. يعني لعيب الكوره، عايزين نجيبها كده في الكوره بالذات عشان انتم ما شاء الله بتحبوا الكوره، فنيجي لعيب كوره العضله بتاعته دخل الملعب مثلا وقرص على نفسه عايز يجيب جول. احنا عندنا في الغالب الهجمات المرتده بالذات اللي فيها شد عضلي،
لان لعيب الكوره بيبقى مثلا قاعد بيجري براحته واحده واحده كده، بيتدلع مع نفسه، وفجاه الكوره جات له خلاص ولقى فرصه ان هو يحقق هدف، فبيضغط على نفسه وبياخد باقصى قوه ويضغط بقوه ويندفع على اساس ان هو يحقق الهدف. طيب هو في الحاله ديتي ممكن يحصل له شد عضلي مؤلم، ولو ضغط على نفسه، في بعض اللعيبه ممكن يضغط على نفسه يجي له شد، يبقى العضله شد عليه، وبرغم كده يقاوم على اساس ان هو يحقق الهدف، لاقي فرصه مش عايز يضيعها، بدل ما المنتخب المشجعين يشتموه او يعملوا فيه او يفضحوه، ده كان بينه وبين الجون مش عارف قد ايه، ده مش عارف ايه، لا العضله نفسها ممكن تشد عليه. لو هو ضغط على نفسه في الوقت ده وزاد في الضغط، يبقى في الحاله دي ممكن العضله بتاعته تتمزق. الشد العضلي ممكن نريحه فتره تمام بره الملعب، تمام اسبوع شهر ايا كان، يقعد فتره زمنيه راحه وبعد كده هيرجع يلعب عادي. لكن لو حصل له تمزق للعضله، ده ممكن يخرج خالص من المنتخب، يقعد بقى على الدكه خلاص، تمام ناخده استشاري، انما ما عدناش ناخده ايه في اللعبه خلاص، ما يبقاش لعيب. فاللعيبه لازم تحافظ على نفسها وتبعد ان هي توصل نفسها في حاله شد عضلي، خلاص ريح اقف، انما ما ينفعش ان انت تكمل وتضغط على نفسك وتوصل لدرجه ان انت ممكن تؤدي لتمزق العضله بتاعتك. طيب نيجي مع بعض الرقم 16، حدوث الشد العضلي الزائد عن الحد، شد عضلي زائد عن الحد، تمام ايه اللي هيحصل؟ ها العضله هتفضل حاله انقباض، هل هتنبسط؟ لا مش هتنبسط. طب في الحاله ديتي عنده الام مبرحه، هيبقى في الم شديد، والعضله ممكن تتمزق، وممكن كمان يجي له نزيف دموي، يبقى خد بالك ان هي مراحل متتابعه، تمام؟ يبقى احنا عندنا في شد عضلي وفي اجهاد، تمام، وفي شد عضلي زائد عن الحد. حلو، شد عضلي تراكم حمض التيك والاي تي بي قليل، تمام، اجهاد هيعمل لي شد عضلي مؤلم، تمام. طيب انما لو شد عضلي زايد عن الحد، يبقى في الحاله دي انا قطعت العضله، هنا ممكن اقطع العضله بس في الاجهاد، انما هنا هسبب تمزق العضله وكمان معاه نزيف دم. نيجي مع بعض استمرار اتحاد النقل العصبي والاسيتيلكولين بمستقبلاته، لسه شايفين في الفيديو، لو الاسيتيلكولين فضل عندي بمرور الوقت يتنقل من الخلية العصبية للليف العضلي، يبقى في الحالة دي تفضل الإشارة بشكل مستمر للقنوات الأيونية مفتوحة، أيونات السوديوم بتندفع، وسيظل الليف العضلي في حالة إثارة، تمام، في حالة زوال استقطاب بشكل مستمر بدون توقف، ما بتوقفش العملية دي إلا في وجود إنزيم الكولين السيريوز. طيب رقم 18، وصول النبضة العصبية غير صحيحة من المخ إلى العضلات، لو أنا عندي نبضة عصبية غير صحيحة بتيجي للعضلة هتسبب خلل، وفي الحالة دي قد تؤدي لحدوث شد عضلي، تمام؟ نيجي بعد كده عندنا رقم 19، بقاء غشاء الليفة العضلية الخارجي سالبا مقارنة بالداخل، احنا عندنا الغشاء الخارجي شحنته في الأساس موجب، وفي الداخل شحنته سالب. بيقول ايه اللي يحصل لو غشاء الليفة فضل من الخارج هو اللي سالب ومن الداخل موجب؟ دي أي حالة من الحالات الثلاثة اللي احنا خدناهم؟ هل حالة استقطاب ولا زوال ولا عودة؟ برافو عليك، حالة زوال، يعني حالة إثارة، تمام، يبقى تظل الليفة العضلية في حالة انقباض، هتفضل عندي شغالة في حالة انقباض بشكل مستمر، لأن الغشاء عندها هيفضل من بره سالب ومن الداخل موجب، يبقى الحالة دي اللي احنا سميناها زوال استقطاب أو لا استقطاب، يبقى تظل العضلة في حالة انقباض ولا تنبسط. تنبسط إمتى؟ لما يجي لنا الإنزيم كولين ستيريز يحطم الأستيلكولين، تغلق القنوات الأيونية، تستعيد الليف العضلي الشحنة السابقة لها، ويصبح السطح الخارجي موجب الشحنة والداخلي سالب الشحنة. رقم 20، غياب حويصلات التشابك من التفرعات النهائية للخلية العصبية، لو حويصلات التشابك غير موجودة ايه اللي ممكن يحصل؟ ها حويصلات التشابك فيها ايه؟ فيها الاستيلكولين. طب لو ما هيش موجودة يبقى لن يتم نقل السيال العصبي من الخلية العصبية الى الليف العضلي، تمام، ولن تستطيع العضلات القدرة على الانقباض او لا يؤدي ذلك الى حدوث الكبت. واضح كده يا شباب؟ بكده اعزائي الطلاب نكون احنا خلصنا مع بعض اسئله ماذا يحدث في كل من الحالات التاليه. اتمنى تكونوا فهمتوا معلومات مفيده، ما تنساش تحط لايك لو عجبك الفيديو او استفدت منه اي معلومه، وما تنساش تشارك القناه مع اصدقائك للحصول على كل معلومه مفيده. تمنيت لكم بالتوفيق، مع السلامه.